أنت عندك موازنة، الكتلة النقدية هي مو ملك الحكومة، هي ملك الشارع، ملك الدولة. السيولة عند الحكومة بها مشكلة، لأن حجم الإنفاق عالي، مشاريع مفتوحة، التزامات تشغيلية عالية مهولة. الإنفاق أو الإيرادات الغير نفطية المخطط لها رقم، واللي موجود على أرض الواقع، على أرض الواقع بسبب التهريب، بسبب عدم ضبط المنافذ ما تحققت هاي الإيرادات. فهاي من هاي سيولة في حد ذاتها هي إيراد للحكومة، من ما موجودة تخلي الحكومة في حرج بقدر هذا المبلغ.